أهلا بكم، إن شاء الله الحلقة دي هنعرف مع بعض إزاي نتحكم في 2 من محركات السيرفو، واحد كبير زي ما احنا شايفين أو وسط الحجم، والتاني ميكرو سيرفو أو السيرفو موتور الصغير دوت. الاتنين هنتحكم فيهم بواسطة الجويستيك، واحد هنتحرك فيه عن طريق الإكس بين في الاتجاه اليمين ويسارا يحرك السيرفو موتور الصغير، والآخر هيتحرك في اتجاه الواي وهيحرك معانا السيرفو موتور الكبير. طبعا ممكن تشغلهم الاثنين مع بعض في نفس الوقت زي ما احنا شايفين. خلونا مع بعض نشوف التوصيل وبعدين نشوف الكود هيتكتب ازاي. اولا هنحتاج في الدايره ديت او الدايجرام دوت هنحتاج الى اردوينو اونو، وهنحتاج الى 2 من السيرفو موتور، واحد صغير ميكرو سيرفو والتاني كبير الحجم، وهنحتاج هنا الجويستيك اللي فيها محورين، محور اكس ومحور واي، وطبعا بريد بورد وبعض من الجمبر واير الميل تو ميل او الميل تو في ميل للجويستيك مثلا. تمام، سيرفو موتور زي ما احنا عارفين عبارة عن 3 اطراف، طرفين جراوند و5 فولت. الجراوند اللي هو الطرف البني، وال5 فولت هو الطرف الاحمر، وطرف الاشارة هو الطرف الاورنج. زي ما انا موصلهم كده، وصلت ميل تو ميل على اساس اقدر اوصل في البريد بورد. اولا عشان نوصل هنعمل مع بعض سكة جراوند و5 فولت للبريد بورد، لان طبعا هيبقى عندي اكتر من جراوند واكتر من 5 فولت عشان محركين السيرفو والجويستيك. الجويستيك طبعا زي ما احنا عارفين اطرافها شرحناها قبل كده، فيها جراوند اولا الاسمر، والطرف الابيض ده هيكون 5 فولت، وجنبه على طول الفي ار اكس، واخر واحد الفي ار واي، وطرف السويتش ده مش هنستعمله. تمام، اولا نعمل سكه ال5 فولت والجراوند. هروح من الجراوند في الاردوينو على الجراوند في البريد بورد، وبعدين هطلع من الطرف الازرق دهوت من الخمسة فولت على الخمسة فولت في الاردوينو في البريد بورد، اسف. تمام، خلوهم جنب بعض كده بحيث ننظم العمل، وبعدين هاجي اوصل السيرفو موتور الاول الصغير زي ما احنا عارفين 5 فولت وجراوند. اولا نوصلهم في هذا الاتجاه وليكن 5 فولت وجراوند، وطرف الإشارة اللي هو هيكون VR X هنوصله على البين رقم 11 وليكن ديجيتال بين رقم 11 زي ما احنا شايفين كده. تمام، وبعدين السيرفو موتور الآخر نفس الكلام، أنا هنا موصل الطرف الأخضر بالجراوند والطرف الأصفر بالخمسة فولت زي ما احنا شايفين كده، نوصلهم في البريد بورد نفس الكلام، وبعدين طرف الإشارة الأورنج دوت بتاع السيرفو موتور الكبير هوصله على البين رقم 12 في الأردوينو زي ما احنا شايفين كده، وبعدين أوصل الجويستيك. الجويستيك فيها طرفين جراوند و5 فولت، الأسود جراوند والأبيض 5 فولت، نوصلهم بالبريد بورد، وبعدين هاخد الطرفين VRX طرف البني هوصله على الانالوج بين A0، وال VRY الطرف البنفسجي هوصله على A1 كده. يبقى احنا وصلنا الدايرة بتاعتنا كاملة. تعالوا بينا نروح للكود مع بعض ونشوف هنتحكم ونكتب الكود ازاي. عشان اكتب الكود هفتح ملف جديد ونيجي فوق كده وندخل مكتبة السيرفو، وهي هاتش انكلود، ونقول له سيرفو دوت اتش، وبعدين نيجي هنا واحنا عاوزين نعمل ايه. احنا عاوزين يكون عندنا 2 من السيرفو، وليكن هنسمي اول سيرفو سمول سيرفو والتاني بيج سيرفو، وعندنا 2 من الريد فاليو هي الاكس فاليو او الاكس ريد والواي ريد، وهيقبوا على اكس بين وواي بين. طيب تعالوا بينا نبدا الاول بالسيرفو، نقول له سيرفو كمتغير، تمام، سمول سيرفو، وهنقول له كانتجر سمول سيرفو دهوت هنخليه على سمول بين، هنسمي كده ان هو هيتوصل على حاجه اسمها سمول بين، وهيكون على رقم 11. تمام، واللي عملته في السيرفو الاول السمول سيرفو اعمله في السيرفو الثاني بالظبط، وهيكون بيج سيرفو
ويعرفه كبيج، هيكون بقى بيج بين، اوصله على البين رقم 12 وده السيرفو. هحتاج حاجة تانية اعرفها في الفويد سيت اب للسيرفو، وهي سيرفو دوت اتاش، يعني سمول سيرفو دوت اتاش على سمول بين. بعرفه كده بس ان ايه، ان دوت متوصل على السمول بين كفاريابل اللي هو فوق، انا الحقته بايه، برقم 11. ونفس الكلام هيبقى للسيرفو التاني، هقول له هنا بيج سيرفو دوت اتاش بيج بين، ودوت اللي هحتاجه في السيرفو سواء سمول سيرفو او بيج سيرفو. بعد كده عندي الجويستيك، الجويستيك هحتاج اعمل لها كانتجر، انتجر اكس بين، تمام، وهوصلها على الانالوج بين رقم 0 اي 0، وكمان هحتاج فاليو عشان ارجع ما تقرئه ايه الجويستيك وادخله فيها، هيكون عبارة عن انتجر اكس فاليو وليكن، تمام، هسميها كده. ونفس الكلام هعمله في الواي فاليو، ممكن انسخ على طول واغير، اخلي دي واي واخلي دي واي، وبعدين اخلي ديت اي 1، يبقى الاكس والواي هيتوصلوا على اي 0 واي 1، وهيبقى عندي كاكس فاليو عشان هستخدمها دلوقتي وهنشوف مع بعض. وهحتاج للجويستيك كمان اعرفها ك انبوتس، لان دي هتقرا فدي هتبقى مدخلات، فهقول له كده بين مود زي ما اتعودنا، اكس بين ديت عباره عن انبوت. نفس الكلام الواي بين هتبقى كانبوت، وده كل اللي انا محتاجه في الفويد سيت اب. تعالوا بينا نروح للفويد لوب ونشوف هنعمل ايه. احنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا عاوزين نقرا من الجويستيك اولا. يبقى عندي وظيفه انالوج ريد، انالوج ريد لايه؟ للاكس بين، انا عاوز اقرا الاكس بين اولا، تمام. طيب وبعدين اللي هقراه من الاكس بين عاوز ارجعه في قيمه الاكس فاليو اللي انا معرفها فوق كمتغير اللي هي الاكس فاليو، يبقى الاكس فاليو ايكوال الاكس بين، جميل جدا. ونفس الكلام عاوز اعمله في الواي بين، يبقى انا عاوز كده هقول له الواي نفس الكلام، والواي بين هتقرا من الواي بين وترجع في هذه القيمه، تمام. طيب بعد ما اقرا الاكس فاليو والواي فاليو عاوز اطبعها او اعمل لها انالوج رايت على السيرفو موتور على طول دايركت كده. نعمل الكلام ده ازاي؟ هنحتاج انالوج رايت، ولكن هنا السيرفو ما بنقولش انالوج رايت، بنقول سيرفو او بنسمي السيرفو بتاعنا سمول سيرفو او بيج سيرفو دوت رايت. يبقى هكتب كده سمول سيرفو دوت رايت، تمام. وبعدين انا عاوز اقرا ايه؟ عاوز اقرا الاكس فاليو، عاوز اقرا الاكس فاليو، يبقى انا عاوز الاكس فاليو، ولكن الاكس فاليو هنا بتقرا من 0 ل 1023 لان دي وظيفه انالوج ريد زي ما اتعلمنا مع بعض. يبقى انا عاوز اعمل الاكس فاليو دي حاجه اسمها ايه؟ اسمها ماب، لان هيحول من 0 ل 1023 كرينج الى من 0 لدرجه، اقصى درجه بيقراها السيرفو وهي 180 درجه. طبعا انا هخليها 170 عشان السيرفو مش هيقدر يقرا ال 180 كلها، تمام، فيفضل تبقى 170 165 وهكذا. طيب اعمل ايه؟ هعمل ماب. يبقى انا هحتاج هنا ماب، الوظيفه ماب، وافتح قوس واعمل ماب للاكس فاليو، والرينج الاول بتاعها هيكون من 0 ل 1023، والرينج الثاني هيكون من 0 للزاويه اللي اتفقنا عليها وهي 170، وما تنساش القوس بتاع الماب، وبعدين هنا السيمي كولن. ونفس الكلام اللي عملته هنا هعمله في الواي او البيج، البيج ايه؟ البيج سيرفو. هعمل الكلام ده هنا، ولكن هيبقى اسمه ايه بقى هنا؟ هيبقى اسمه بيج سيرفو دوت رايت ماب اكس فاليو، لا هتبقى واي فاليو. وبعدين نفس الكلام من 0 ل 1023 المجال الاول، ومن 0 ل 170 المجال الثاني اللي هيطبع على السيرفو. وده كل اللي انا محتاجه علشان اعمل برنامج يشغل اثنين من السيرفو. تعالوا بينا نعمل داونلود ونشوف البرنامج او هيتصرف ازاي. ابلود بيج سيرفو دوت رايت ماب اكس فاليو. في هنا مشكله طبعا مطبعيه، المفروض دي تبقى كولون وليس دوت لايك ذس، تمام. نعمل ابلود، تمام، ابلودنج، وزي ما احنا شايفين الكود دن. تعالوا بينا نجرب الجويستيك بتاعتنا سمول سيرفو زي ما احنا شايفين بيتحرك،
يمينا ويسارا على الاكس بين، تمام، والسيرفو الكبير بيتحرك يمينا ويسارا على الواي بين، وتقدر طبعا تحركهم الاثنين مع بعض مفيش اي مشكلة. وبكده يبقى احنا اتحركنا او اتحكمنا في اتنين من السيرفو موتور سواء كبير او صغير. طبعا هتلاقي السيرفو موتور ده يعني احيانا الحركات بتيجي كده لان الجويستيك حساسة، وثانيا السيرفو ده كبير شوية، المفروض يكون له تغذية منفصلة وليس من خلال الايه الباور تبع اللابتوب. يبقى احنا كده الموضوع اعتقد واضح، الكود سهل، حاول تكتب وتجرب مع نفسك عشان تشوف لو في اخطاء ولا حاجة، واتمنى التوفيق للجميع.